السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس دورة سي اس اس. في هذا الدرس بإذن الله سأتعرف معكم إلى خاصية الهايت، يعني خاصية سهلة جدا، وهي توفر لك التحكم في ارتفاع الكلاس أو الاي دي، يعني التحكم بأبعاده. كما تلاحظ معي نتيجة الدرس السابق هي هاتي، يعني قمنا بوضع باك جراوند. ماذا إن كنت أريد يعني أن تكون هاتي الباك جراوند طويلة؟ فقط بكل سهولة ما عليك إلا الدخول وإلى الكلاس، تقوم بوضع هاي، ثم تكتب مثلا سأضع ستكون ارتفاع 50 بكسل، وأقوم بحفظ العمل، ثم أتوجه لرؤية النتيجة. ترى انها 50 بكسل، وان وضعت مثلا 500 بكسل ستلاحظ انها ارتفعت 500 بكسل. الى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.